لما نتحدث عن أشواط المسابقة في لون المجاهيم، شفنا تنافس قوي وصفقات كبيرة، هل عادت المجاهيم إلى العصر الذهبي؟ يعني أشهد أنها عادت عقب طال عمرك دعم المهرجان والجوائز طال عمرك اللي ترصد له، والتنظيم المستمر طال عمرك والدعم الغير محدود. نعم أكيد بيعود عصرها الذهبي، وتراها مقودة الحلال كله. أنا اليوم لو زعلوا مني أخوياي قلت ترى المجاهيم هي طال عمرك هنا اللي فازت بديربي السنة هذه، ما يزعل باقي الألوان بقولها وصيفة المجاهيم أبو كلها. معلش أبو بعد شفناها. لا ما يحتاج تشوف الألوان، لا جاي مثل المشترى ذا والحماس. هذا 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 رأي نراه مجحف حقيقة، يعني سجله وعده في ليلة مشاركة لأهل المغاتير عده علينا. أبو عارف كلني يفز ما جاي من هالصقع هذا مرة. أبو عارف كلني يفز الحاجة لا لقاها. الرجال ذا يحب المجهم وما أدري وش معه بعد، يحب له شيء. أعتقد والله أني أحب المجهم وأحب البلكلها، لكن المجهم قلبي يميل لها شوي. لا لكن المهرجان جعل ربي يطول عمره اللي هو عليه، حطاهم طال عمرك دافعة قدام، خلى الرجال خلى الشايب اللي انت خابرها كالليلة يحذف الملايين تنحاذ نعقاله ما بحذف المليون.